هل خرج الحسين عليه السلام بثورة ابتداء أو استجابة لكتب الشيعة وغدرهم؟ إذا كان الحسين عليه السلام ثائرا فلما الشيعة والعراق دون مكة والمدينة وباقي البلدان؟ إن كان يزيد قتل الحسين عليه السلام فإن السيستاني قد قتلنا وأهل السنة وهجرنا واغتصب المساجد وحرق المصاحف. إذا كان الحسين عليه السلام يعلم بالغيب أو بما يكون، فهل أرسل عليه السلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة إلى حتفه ومقتله؟ اللهم لعن من قتل الحسين عليه السلام ومن تسبب في قتله. إذا كان الحسين عليه السلام يعلم بما سيحصل بكربلاء، فهل تسبب في مقتل عبد الله الرضيع؟ هل وقع الحسين عليه السلام في فخ الشيعة؟ فأين علمه بما كان وما يكون؟ أو أنه عليه السلام قد وقع في فخ غيرهم؟ فأين الفطنة والحكمة والتعقل؟ حذروا الحسين عليه السلام وذكروه بغدر الشيعة بأبيه وأخيه عليهم السلام، فلماذا ذهب عليه السلام لحتفه ومقتله على أيدي شيعة الغدر؟ إذا كان الحسين عليه السلام يعلم بما كان وما يكون، فهل تسبب عليه السلام عمدا في إيقاع النساء والأطفال في الأسر واقتيادهم إلى الشام؟ المرجع المهندس الصرخي الحسني.